من أهم التقنيات يلي منتبع خطواتها ومندرب حالنا عليها لحتى ما نتعود ننسى ونتذكر بسرعة، لحفظ القوائم والأسماء والجداول والمعلومات والمعادلات الكيميائية والمسائل الرياضية. هالتقنية من مبدأ إغريقي اسمه لوكي ومعناها المكان، وبيقول هالمبدأ إذا بدك تتذكر لازم تتخيل. يعني على سبيل المثال، رحت لتنام وعندك كتير شغلات بدك تساويهم بتاني يوم وما بدك تنساهم ولا حابب تكتبهم، ببساطة فيك إنه تتخيلهم مثل نظرية لوكي يلي مبدأها الأساسي والمحوري هو إنه تتذكر مكان معين وترمز له بشيء محدد ومألوف إلك. فبتتخيل بعقلك إنك ماشي بكل الأماكن والطرقات يلي حتروح عليها، بدك تاخد قميص للخياط وتحاكي أمك تطمن عليها وتروح ترخص السيارة، فبتتخيل صورة بعقلك قميصك مرتب وظابط وشكله كتير حلو، مشان يخطر عبالك باليوم التاني صورة قميصك وتتذكر تاخده على الخياط، وبصورة تانية بتتخيل إنه عم تطمن على أمك وأمورها كلها جيدة. هالطريقة ممكن تكون غريبة ولكن فعالة جداً لتجبر عقلك إنه يتذكر. ومنشان تضل متذكر إنك ترسل الإيميلات، فبتتخيل مجموعة كتيرة من الرسائل متراكمة حد الباب، فلما تخطر لك هالصورة رح تتذكر فوراً إنك تأرسل الإيميل. وهيك العملية بتصير إنك تحط علامة ترمزها بعقلك وصور واضحة وقوية أو أي شيء بيخطر على بالك بتحطه بطريقة ذكية بهالمسار، لترجع تاني يوم وانت ماشي فيه بتتذكر الشيء يلي رمزت له فيه بطريقة ذكية وبسيطة. وهلأ الشيء الأهم ويلي دائما بيصير معنا، إنه ليه مننسى لما ننتقل من غرفة لغرفة أو بأي مكان بالبيت، وكيف منعالج هالموضوع؟ أولاً هالشي بيصير لأنه العقل بيدمج بين الذاكرة والمكان، فتلقائياً لما ننتقل من غرفة لغرفة كأنه العقل بيعمل إعادة ضبط مصنع، لأنه هو صار بمكان جديد وعم يحاول أنه يفتح صفحة جديدة. فلما تكون قاعد بمكان وعم تفكر بشي وتنتقل فجأة لمكان تاني، فاحتمال كبير أنك تنسى أصلاً أنت ليش إجيت لهون. الحل بسيط جداً، وهو أنك تتخيل صورة للشيء اللي رايح تعمله بالغرفة التانية، فتتخيل أنك فتت على المكان وعم تعمل الشيء اللي رايح تساوي. مثلاً أنت قايم تجيب عصير، فقبل ما تروح بتتخيل حالك رحت وجبت العصير ورجعت، وهالصورة بتتم خلال ثانية، ما بتاخد من وقتك كتير، بس لازم تعود حالك على استحضار الفكرة وتخيلها قبل ما تسويها. أما لو اندفعت دغري لتعمل أي شيء بدون تخطيط وتخيل، فأنت بس تروح لتساوي بتنسى لشو جيت أصلا. وهلأ الموضوع الأهم، كيف منتذكر النصوص الأدبية الطويلة؟ قصائد، آيات قرآنية، نصوص، ومحتاجين نحفظها بشكل بسيط وممتع ونتذكرها بسهولة. وهون بتجي أهمية طريقة التجميع للمعلومات والاختصارات. العقل لما يحاول يتذكر مجموعة كبيرة من المعلومات هالشي بيعمل له ارتباك، أما لو نحن رتبناهم ونظمناهم بطريقة ذكية وأعطيناها للعقل ككتلة واحدة يتذكرها، بتصير سهلة وبيقدر يفك التشفير وبعدها يعطينا المعلومة كاملة. لو أنت بدك تحفظ قصيدة طويلة مثلا مثل معلقة امرؤ القيس، فبتستخدم طريقة الاختصار، بتجيب أول حرف من كل بيت وبتجمعهم مع بعض بكلمة واحدة، أو ممكن نجيب أول كلمة من كل بيت ومنحطهم ببيت شعر أو على شكل أغنية، وهيك بنحفظهم لندرب حالنا على تذكر كل كلمة من كل بيت، وبتصير مثل الكلمة المفتاحية والذاكرة بتصير أسهل وأسرع. وهيك مع هالتقنيات والتدريب الذاكرة ما حتتعود تنسى أبدا. وبالنهاية لا تنسانا من اللايك والفولو.